انا اعرف انك انت جيت كان في قصه غريبه جدا، يعني صاحبه ما هيك انتقلك للنادي الاهلي. بص، هو يعني الاول خالص كان الكلام كله ان انا وانا موجود في انت المنتخب اهلاوي الاولمبي. طبعا يا كابتن عمرو من قبل ما تيجي. طبعا طبعا كان الكلام كله احنا في المنتخب الاولمبي ان انا هروح نادي الزمالك، وكان تمام. الدكتور محمود سعد كان يعني مهتم جدا ان انا اكون في نادي الزمالك. فالدكتور مصطفى عبده اللي هو احمد بكر اتكلموا معايا واحنا في احد المعسكرات الخاصه بالمنتخب، قلت له طبعا اامل ان انا اكون في حاجه زي كده. في نفس الوقت دوت كان استاذ علي البحراوي الصحفي كان بيتكلم مع كابتن انور وكابتن صلاح، فكابتن انور طلبني ان انا اروح اقعد معاه. كابتن انور سلامه كان كابتن هو انور هيد كوتش سلامه كان هو المدير الفني في ساعتها، الوقت ده، كان في الفتره اللي كان فيها نادي الاهلي في تذبذب في المستوى، والنادي الاهلي وصل رقم 6 في الجدول. كان ساعتها مايكل ايفرت والكابتن انور جه كمل الفتره دي. ايوه كان مايكل ايفرت قبلها بالظبط كده. جيت وقعدت مع كابتن انور ما ناقشتش حاجه، قلت له يا كابتن انا موافق. كابتن هي مش محتاجه اختيار، مفيش هنمضي بكام ما فيهاش اختيار يا استاذ احمد، ما فيهاش اختيار خالص. دي ما فيهاش اختيار النادي الاهلي اي حد. احنا بنتكلم في التوقيت ده كان العقود تقريبا يعني بمئات الالاف، يعني رقم مليون ده كان رقم كبير قوي تقريبا، صح في الوقت ده؟ لا ما كانش فيه الرقم ده خالص. اغلى واحد جه في تاريخ مصر في الوقت دوت رضا عبد كان رضا عبد العال 625 الف. انا احنا فاكر بقى الرقم. كنا بنتبادل من 50 ل 30 ل 20 كده في الوقت دوت. هو مش الست صور دي ما كانتش السبعة صور دي مش هقول لك على حاجه. النادي الاهلي في الوقت دوت انت عايز تروح كيان. ايوه مش هتبص للماده. ما الماده هتيجي هتيجي. ايوه انت في كيان بيحقق بطولات، فانا هلعب في الكيان ده واحقق فهاخد، ما فيهاش كلام يعني. النادي الاهلي في الوقت ده كان كيان كبير وما زال الحمد لله لا كيان كبير من الوقت دوت، كان بيستحوذ على كل البطولات في الوقت ده. زي دلوقتي بالظبط. ايوه احنا في الوقت دوت كنا ما بنترددش، يعني جمال السيد ولا ابو الدهب ولا كمونه ولا نخله وانا ياسر ريان احمد فهمي كابتن حسام وكابتن ابراهيم لما رجعوا من نيو شاتل، كابتن مجدي طلبه كابتن رضا عبد العال فيليكس وليد صلاح لا كل دول ده النادي دول النادي احنا اللي جايين من بره. انت بتتكلم على جايين من بره. عماره ياسر رضوان خلاص بقى انت كل واحد جاي دلوقتي احنا بنقول ايه؟ ابن من ابناء النادي الاهلي. ما بقولش التاريخ القديم، هو التاريخ القديم موجود بس بقول ابن من ابناء النادي الاهلي.